والله إني مدنف أغرائه بعد المسافة عن إمام المهتدي سيد الأنام ومن إذا أصدقته حبا ظفرت بكل خيرات الغدي ويحول ما بيني وبين دياره ثم انتظاري للنداء المصعد ولقد بكيت تشوقا وتضرعا لله أن ألقى بحقه مقصدي شوقا بقلبي ورغبة قد أوجبت نسكي صلاتي تلاوتي وتهجدي والدمع يجري بغير توقفي والحب في قلبي مقيم سرمدي ربي خالقي ومصوري بكتابه ورسله أهتدي وبحبه ألغى السكينة دائما حتى يحين اليوم ويأتي موعدي وبحق من خلق البرية كلها ما همني ما قد يجي فالأمر موصول إليه وحده إن ضاق بي حالي وجده منجدي زورتها ولثم ترابها لمواطئ الغدم المطهر والندي ولا أحن لمرغدي
الله.